سنقيم الدولة الفلسطينية، وإن حاول المشككون أن يشككوا، لأن شعبنا الفلسطيني صاحب هذه الإرادة الصلبة، هذه الإرادة الجهادية والنضالية، هذا الشعب المرابط الذي لن يغادر ولن يغادر ساحات الأقصى الشريف، ولن يغادر المدينة المقدسة بكل مقدساتها الإسلامية والمسيحية، سيبقى إن شاء الله مرابطا عند بوابات الأقصى وبوابات القدس، وسيبقى نداء التوحيد، نداء الأذان عاليا إن شاء الله صادحا في رحاب المسجد الأقصى والقدس وكل فلسطين، لأن كل فلسطين أرض إسلامية.